الأقوى الآن. عبد العزيز، كيف شايف الأمور؟ طبعا اتفق انه على الورق يمكن حظوظ الفيحة اقل، ولكن اللي قاعدين نشوفه من الفيحة في هذا الموسم من خلال المستويات اللي قدمها وخصوصا في المباريات امام الفرق الكبار يجعلنا نؤكد ان الفيحة لديه حظوظ كبيره في هذه المباراه، قد تخون خبره النهائيات لكون اول مره يلعب النهائي، ولكن يعني الفيصل شاهدناه العام الماضي وقبل كذلك التعاون، هذه الاشياء محفزه للفيحة انه احنا قادرين نحقق البطوله، دام وصلنا الى هذا المكان والى هذه المباراه فلدينا حظوظ وحظوظ ليست بالقليله، اضافه الى انه الفوز على الاتحاد في نص النهائي وكذلك الفوز على الهلال في المباراه الماضيه الاخيره في الدوري، كل هذه تعطي الفيحة ولاعبين الفيحة ثقه في انفسهم انه يقدموا مباراه كبيره في النهائي وقادرين يحققون البطوله يعني. لكن الخبره من ناحيه الخبره النهائيات والتعود والتمرس على المباريات النهائيه طبعا الكفه تميل للهلال، ولكن الفيحة فريق ليس بالسهل وممكن يشوف مباراه كبيره من الفيحة وقد يخطف البطوله. طيب تاخر طرح التذاكر عبد الله؟ صحيح، الى الان ما طرح التذاكر، كان في موعد مبدئي انه تطرح مساء اليوم، الى الان ما طرحت، على ما يبدو هناك بعض الترتيبات الخاصه بالموقع الالكتروني الخاص بطرح التذاكر. تحس انه بيصير ضغط كبير على الموقع؟ اكيد لكن تكلم عن سعه كبيره للملعب، اتمنى ان كل الجمهور الحريص انه يحضر ان شاء الله.